حلقه اجراس ساعه الراحل اسامه راحل. الفرح مثل السجين والحزن برقع يلوح آه يا مكسى الحنين. بعد ما كنا سوا والأمل معنا ضوا بالفكر نبني الطموح ليتنا نبقى سوا. أسامة راحل ودعنا اليوم. أسامة راحل بعد الأسابيع اللي أمضاها في البرنامج وأكيد بقائك إلى هذه اللحظة يا أسامة هذا دليل أنك قدمت عطاء مميز وهذه طريقة المسابقة يا أسامة. أكيد أبو عمر في موقف محرج دائما وأبو مجد دائما يكون في هذا الموقف في اختيار الأسماء بطريقة يعني عشوائية. الحمد لله على كل حال يا أسامة راحل وهذه بداية عطاء إن شاء الله بإذن الله. وش تقول يا أسامة كلمتين لأن البقية أكيد بتكون في الفار مع أخوي خالد. أنا حاسب شعور محمود لأنه معي في الغرفة. الله يعينك يعني شوف لك واحد ثاني. وبقائي في البرنامج إلى بعد المنتصف بعد 5 أسابيع هذا إنجاز ويكفي. لو طلعت من البرنامج بمعرفة هذا الوجيه الجميلة هذه هذا شرف وهذا إنجاز فقط. أنا بقول شيء عن أسامة لاحظته حتى في الفواصل ألقاه يروح وراء الكاميرا ويجلس ويناظر كيف طريقة التصوير. مرة دخلت استوديو أخباركم ولقيته جالس يشوف الشباب في المقدمين في استوديو أخباركم. بعد راح إحنا فاقدينه ما ندري وين يروح. أيوة أنا يعني بصراحة أشكره على هذا الشيء وأشيد فيه إنه شخص جاي يتعلم بشكل كبير. وأيضا إن شاء الله بإذن الله يكون له تجارب خاصة في التقديم وغيرها. يستاهل في شبكة المجلة. الله يعطيك العافية أسامة. يعطيك العافية. كل هذا ولا؟ خلاص شكرا لك أسامة. تفضل الآن عند غرفة البار. يعطيك العافية أسامة. شكرا لكم يا شباب جميعا. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم حلقة جديدة من في التسعين. هذا البرنامج برعاية